إليسا تتحضر من رحباني على مسرح الأولمبياد، رح غني لفيروز، خلعت حذائها ومشت حافية القدمين. إليسا تمازح أسامة الرحباني، قول لريما ما تعيط علي، خلعت حذائها على مسرح الأولمبياد وفاجأت الجميع. أحيت الفنانة اللبنانية إليسا مساء أمس حفلاً ضخماً على مسرح أولمبياد باريس في فرنسا، حيث قدمت باقة من أجمل أغنياتها، إذ أشعلت الأجواء وسط تفاعل كبير من الحضور الذي راح يردد معها كلمات الأغنيات بحماس شديد. ورحبت إليسا بالحضور، ولا سيما الموسيقي أسامة الرحباني والفنانة اللبنانية هبة طواجي وزوجها إبراهيم معلوف الذين كانوا متواجدين بين الحضور في الحفل. كما عمدت إليسا إلى ممازحة أسامة الرحباني قبل تقديمها أغنية للسيدة فيروز، حيث قالت: رح غني غنية لفيروز، قول لريما ما تعيط علي. من جهة أخرى، لفتت إليسا الأنظار بخطوتها المفاجئة على المسرح، إذ عمدت إلى خلع حذائها على المسرح أمام مئات الحضور، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام إليسا بهذا الأمر. وفي التفاصيل، توجهت إليسا بشكل مفاجئ إلى كواليس المسرح بعد أن ظهرت وهي تمشي بصعوبة على المسرح، إذ قالت: خلاص ما بقى بده، دايما هيك عم بيصير فيي، مش قادرة أتحمل، بعتذر بس عندي وجع. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إليسا، حيث انقسمت الآراء بين من انتقدها على هذه الخطوة باعتبار أنها تغني على واحد من أعرق المسارح في العالم، في حين عذرها البعض الآخر كونها تعاني من وجع في قدميها. الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إليسا بفعل كهذا، حيث وفي وقت سابق وخلال إحيائها حفلا في القاهرة لدعم مرضى سرطان الثدي خصص عائده من أجل البحوث وعلاج المرض، عمدت إليسا أيضا إلى خلع حذائها على المسرح والرقص حافية القدمين وسط احتفاء كبير من الجمهور. هذا وكانت إليسا أحيت مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة حفلا غنائيا مميزا بحضور جماهيري واسع، طغت عليه الأجواء الحماسية والمليئة بالمشاعر والإحساس.